يبلغ علو الأمواج في كيب هورن 5 أمتار. للأسف الأحوال الجوية القاسية لا تسمح لنا بالنزول إلى المياه، سيكون ذلك بمثابة انتحار. قد يصفهم البعض بالجنون، لكنهم الأفضل في مجالهم. ليسوا مجرد رياضيين، فرياضتهم لا تعرف حدوداً ولا تعترف بقوانين. هل هم مستكشفون أم هم فنانون؟ إنجازاتهم لا تدوم لأكثر من لحظة، فلما يخاطرون إذن بكل شيء لتحقيق إنجاز سريع الزوال؟ هبوط سريع أو مسار وسط الثلج أو قفزة في الفضاء، ربما ما يسعون إليه هو بلوغ الذروة، ذروة الجمال، ذروة المغامرة. ذروة الجنون.